جاهزين تبدا اي اكس اس ماكس 3 2 1. مرحبا يا شباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم يا شباب؟ ان شاء الله بخير، ياكم سحسن عام وبالتعلم على الايفون. قبل ان تبدأ دي لايك اشتراك في القناة يا اساطير، وانشر هذا الفيديو في كل مكان. واليوم عندنا انبوكسنج الايفون اكس اس ماكس مثل ما تشوفون. طبعا اعذروني على الفلاش اللي ظاهر على الشاشة مثل ما تشوفونه، هذا اعذروني عليه. فيلا يا شباب ما اطول، خلونا على طول نسوي الانبوكسنج. اول شيء نفتح القرطاس هذا، ايوه اوكي شباب مثل ما تشوفون هذا. يلا حين جاهزين نفتح الايفون اكس اس ماكس 3 2 1. هذا هو الكرتون. طبعا هذا اول شيء يجي كتيب التعليمات اللي في ما تشريحة السم وهذا. طبعا اخترت اللون الذهبي بنسخة 64 جيجا بايت مثل ما تشوفون هاي شكلها. خلنا نخلع على صوب نشوف محتوى الكرتون الباقية. هذا بلك الشحن، وايضا هذه السماعة، وهذا واير الشحن. طبعا مثل ما تشوفون هذا الايفون اكس اس ماكس، طبعا اخترت لون ذهبي مثل ما اقول لكم. فيلا نفتحها. طبعا هذه الشغله بالنسبه لي ادمان يا شباب، شوف ما شاء الله. شوف شباب، طبعا مثل ما تشوفون هذا هو الايفون اكس اس ماكس. فشوفوا الحواف مال الاطراف الذهبي شلون جميل، يعني ما شاء الله ايفون جدا جميل. وخلني الحين شباب بفتحه وببرمجه واحط في حساب الابل اي دي ولا اخره، وبرجع لكم. طبعا مثل ما تشوفون هذا هو الايفون اكس اس ماكس. طبعا حاليا انا ما اشوف في اي مشاكل، لكن بيكون عندي بسوي يعني انطباع عليه بعد 4 ايام، يعني راح يكون الفيديو يوم الاربعاء الجاي. طبعا انا شفتونه قبل شوي الانبوكسنج هذا قبل يمكن 4 ايام، فالحين تقريبا من التلفون عندي اقل من 5 ايام. المهم يا شباب هذا هو الفيديو مثل ما تشوفون. بس قبل لا ننتهي حابة انصحكم نصيحة، اذا بتشتري لك تلفون اوكي لا تخليه كذي، على طول ركب عليه كفر وحامي الشاشة عشان لو طاح لا سمح الله ما يصير في شيء. فبس شباب وصلنا للختام، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير، وشكرا على تفاعلكم المستمر في القناة. فبس يا شباب مع السلامة.